السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة شهوات سعاد إيفاتي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد الكراتان كيجي لذيذ بزاف كاقتراح لوجبة غداء أو عشاء سهل في التحضير بمقادير بسيطة في المتناول. تبعوا معي الفيديو وعلى بركة الله نأخذ المقادير وندوزوا لطريقة التحضير. مقادير اللي غنحتاجو: 3 الحبات ديال البطاطا كبارين مقطعين مربعات، 4 الحبات ديال البيض، عندي واحد الكميه من الفلفل الاخضر مقطع رقيقه، وكميه من الفلفل الاحمر، يعني الفلفله كتبقى على حساب الذوق، تقدروا تضيفوا حتى الجزر اللي كان عندكم، كميه من الزيتون مقطع، معلقه كبيره ديال مايزينا النشا، واحد قليل من الجبن الاحمر مبشور، نص كاس ديال الحليب، راس معلقه ديال خميره الحلويات يعني غير واحد القليل، عندي هنا معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، نص معلقه ديال بودره الثوم، معلقه صغيره ديال الملحه. على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه غنديروها نديرو البطاطا ديالنا تقلى. غنحيدو البطاطا ديالنا، هي طابت على هذا الشكل، حمروهاش بزاف. دابا غناخدو اناء فارغ وغندوزو نوجدو الحشوه اللي غنديرو فوق البطاطا ديالنا. غنضيفو الحليب، غنديرو مايزينا، اللي ما عندوش مايزينا بغى يعوضها بمعلقه كبيره ديال الدقيق يعوضها، غير باش كتعطينا يعني واحد كتنشف الكراتان من الداخل. كيس الخميره الحلويات غير راس معلقه. دابا غنضيف الملحه، غنخلط مزيان. كما كتلاحظوا الخليط ديالي اندمج مزيان باش ما يبقاوش فيه ديك الحبيبات ديال المايزينا. غنضيف له دابا الجبن احمر، اللي ما متوفر لهاش هذا الجبن تقدر دير الجبن المثلثات. دابا غنخليو هذه الحشوه على جنب وغندوزو نوجدو الكراتان ديالنا. غناخذ صينيه الفرن، تقدروا تاخذوا الحجم اللي بغيتوا، غندهنها بالزبده، غير من الاحسن ما تكونش الصينيه كتلصق. بعد ما دهناها مزيان سرحنا الزبده الجوانب ديالها كامله، غنجيبوا البطاطا ديالنا بعد ما بردت ونشفت من الزيت، حاولوا نديروا الفلفله ما تخافوش راه الفلفله كطيب، واخا ديروها خضره راه كطيب، تقدروا تضيفوا حتى الجزر مسلوق. واللي ما كتعجبوش الفلفله يقدر يستغني عليها، غير هي صدقوني كتجي النسمه ديالها زوينه، المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. ديروا القليل من الزيتون، تقدروا ديروا الطون الا بغيتوا تضيفوه. دابا غنضيف هذا الخليط ديالي، غنحركو مزيان ونحاول نضيفو. الفرن عندي ساخن، غندير هاد الكراتان ديالي فوق العافيه، العافيه متوسطه حتى يطيب، وعاد نشعل عليه من الفوق يتحمر. كما كتلاحظوا الكراتان ديالنا هو وجد، انا غنضيف له واحد القليل من الموزاريلا، الموزاريلا كتبقى اختياريه، اللي بغى يخليه على هذا الشكل ما يضيف له حتى شي حاجه يخليه، انا غنضيف له واحد كميه ديال الموزاريلا تزين كتعطي حتى واحد المذاق زوين الطبق ديالنا. وغنولي نردها للفران، راه الفران مازال سخون ما غنشعش عليه العافيه، غير ديك السخونيه اللي في الفران غنخلي على ما تذوب هذه الموزاريلا ونشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. الكراتان ديالنا ها هو وجد، هذا هو الشكل النهائي ديالو، غنشوفوا دابا كي جا للداخل. بسم الله،
كما كتلاحظوا معايا الشكل ديالو كيجي داير. كنتمنى هاد الوجبة تعجبكم وتجربوها، صراحة وجبة خفيفة وسريعة في التحضير، كتوز في واحد وقت قصير وماشي مكلفة، كنصحكم تجربوها. كنتمنى هاد الوصفة هذه تكون نالت الإعجاب ديالكم وتجربوها. وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو، كنشكركم على حسن المتابعة ديالكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله تعالى. فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.